بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم بقى في موضوع برضو من المواضيع المهمة، موضوع سهل جدا يعني، موضوع مهمة، انك انت ازاي تكونكت ريموتلي على سيرفر او على مكنة علشان تعمل تاسك معينة. ماشي، طبعا الطبيعي ان السيرفر بيكون في اوضه السيرفر، اوضه السيرفر دي مفترض ان هو بيبقى فيه ريستريكشن اكسس عليه، مقفولة كويس فيها اكسس كنترول، علشان تخش لازم تخش الكارد كده، ماجنتيك كارد، جانب انها مقفولة بمفتاح، جانب ان هي اصلا مزودة بالارم سيستم ان كيس ان حد حاول يكسر الباب ولا بتاع، فاهم؟ بجانب ان هي اصلا بتبقى برد جدا ومكيفة بالكامل وبتبقى مساحتها صغيرة والتكييفات فيها عالية، كل ده طبعا عشان السيرفرز ما بتتقفلش فمحتاجة تهوية معينة، صح؟ فكل الكلام ده هو المفترض اوضه السيرفر دي بيسموها الداتا سنتر، الداتا سنتر بتاعك، فبيبقى فيها السيرفرات. فانا مش معقوله كل محتاج ان انا اعمل حاجه معينه على سيرفر معين اخش بقى اقعد هناك واجيب بقى كيبورد وماوس صعب. تمام، السيرفرات دي اصلا بتبقى راكبه ماونتد، راكبه جوه راكات كده، تمام، بتبقى شاشه واحده، كيبورد واحده وماوس واحد، وفي حاجه اسمها كي في ام تقدر تحول سويتش الشاشه دي من سيرفر لسيرفر تاني وانت قاعد في مكانك. بس هو اصلا انا كل ما بدخل اقعد احط السيرفر لمده ربع ساعه برقد في البيت اسبوع، برقد في البيت اسبوع من البرد، تمام. فهو لازم يكون في وسيله ما تقدر تكونكت بيها ريموتلي على السيرفر وانت قاعد في مكتبك تعمل الشغل بتاعك كانك جايب كرسي واحد على السيرفر بالظبط، كانك جايب كرسي وايه وقاعد على السيرفر. فالموضوع ده بقى بيسموه ايه؟ ريموت اكسس، بيسموه ايه؟ او ريموت ديسكتوب. ريموت ديسكتوب، ديسكتوب دي اللي هو المقصود بيها المكنه، ماشي. ريموت دي معناها انك انت هتجيب المكنه دي ريموت لي وانت قاعد في مكانك، صعب الكلام؟ تمام. بيبقى عندي العناصر بتاعه ريموت ديسكتوب، ان انا عندي هنا السيرفر مثلا وعندي ريموت ديسكتوب كلاينت، ومفترض يشتغل ما بينهم بروتوكول اسمه RDP، ريموت ديسكتوب بروتوكول، ماشي، وسيرفيس قايمه اسمها تيرمينال سيرفيس، ماشي. صعب الكلام؟ في اي مشاكل لحد دلوقتي؟ سهل، صح؟ ان شاء الله. الحكايه كلها ان انا محتاج ان انا اجي على السيرفر هنا واعلم على الاوبشن ده، عملت رايت كليك على ماي كمبيوتر وجبت البروبرتس، هتلاقي في اوبشن اسمه ايه؟ ها، اسمه ريموت. تلاقي في حاجه اسمها ريموت ديسكتوب، ماشي. فكل الحكايه انك انت بتيجي على السيرفر وتعلم على التشيك بوكس اللي اسمه انيبل ريموت ديسكتوب، انيبل ريموت ديسكتوب، ماشي، وابدا اقول له ايه انيبل ريموت ديسكتوب. طيب المسج اللي طلعت دي بيقول لي خلي بالك ان اي حد هيخش ريموتلي لازم يستخدم يوزر نيم وباسورد، ما ينفعش يخش من غير باسورد. يعني لو انت كاي تي ما عندكش باسورد ده طبعا نادرا مش هينفع تخش، ماشي. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه، انت لازم تحدد له مين اصلا هيقدر يكونكت ريموتلي على السيرفر، ما هو مش اي حد هيكونكت ريموتلي على السيرفر، فلازم تحدد له حاجه اسمها الايه، ريموت يوزرز. بيقول لك الادمنستريتور اوريدي هاز اكسس، يمكن انك تاد فلان الفلاني وليكن الجروب اللي اسمها اي تي، معايا كده؟ حلو، ده كده قصه السيرفر، كده من ناحيه السيرفر. من ناحيه الكلاينت بقى، راجل الادمنستريتور قاعد على الماشين بتاعته، وليكن دي بقى مش مكنه ايه؟ مش مكنه اتش ار احمد سعيد، هنقول مثلا دي مكنه واحد في الاي تي، مثلا نقول له ايه؟ اي تي داش ايه سرحان مثلا. واللي عامل لوجن دلوقتي مثلا احمد سرحان، لوج اوف،
احمد دوت سرحان. احمد سرحان ده الراجل الكبير بتاع النتورك، ولكنه عامل لوجين بالاكونت بتاعه مش بالاكونت اللي اسمه ادمنستريتور، ده فور سيكيورتي. انما هو دلوقتي محتاج ان هو يمانج معايا كده السيرفر الفلاني اللي هو اسمه ABC01 ده، ماشي. فبدل ما اخش اوضه السيرفر واقعد هناك، انا اوريدي الايه اوريدي عامل انيبل للريموت ديسكتوب على السيرفر. فبمنتهى البساطه هروح جاي قايل له all programs accessories communications واختار ريموت ديسكتوب كونكشن، ده الكلاينت بتاعي اللي بكونكت بيه على السيرفيس، ماشي. في طريقه ثانيه ان انا افتح بيها ريموت ديسكتوب كونكشن شورت كات في الران، لو كتبت مايكروسوفت تيرمينال سيرفيس كونكشن حلو، وابدا اكتب له النيم او الاي بي بتاع السيرفر اللي انا عامل انيبلد للريموت ديسكتوب عليه، ماشي. وراح اقول له ايه حلو كده، ماشي تمام. فيبدا اول حاجه حضرتك هتعملها انك انت تدخل يوزر نيم وباسورد من حقه ان هو يكونكت ريموتلي على السيرفر ده. احنا قلنا الطبيعي ان اللي من حقه يكونكت ريموتلي على السيرفر ده الادمنستريتور باي ديفولت، الا لو انت حاطط يوزر معين في ريموت ديسكتوب يوزرز، في ريموت ديسكتوب يوزر، ماشي. فانا اقول له ادمنستريتور باسورد، هو ايه غير ده كمان بقى ايه اللي ادمن ولا ايه؟ ما تقوليش ما تقوليش ادمنستريتور باسورد عمل ايه؟ هو غيرها غيرها قبل ما نعمل صح؟ بلاش حل غيرها قبل ما نعمل صحيح، لان احنا عملنا بلوك انهيرتنس بعد ما عملناها بشويه، عملنا البلوك انهيرتنس بعد ما عملنا الباتش فايل، فكنا خدنا فتره ان احنا عملنا بورت للتمبلت، بورت للتمبلت على مستوى الدومين وما كناش عاملين بلوك انهيرتنس صح؟ فاثر على كله صح؟ طيب واخدين بالكم من حاجه؟ انا على المكنه اللي اسمها اي تي داش اي سرحان، بص لو شلت البار ده بص شايف انا من على المكنه دي قاعد على السيرفر بعمل كل مهامي من على السيرفر، كاني جايب كرسي وقاعد هناك. يبقى كل الشغل اللي انا بعمله الكورس وكله ريموت ديسكتوب، كله ريموت ديسكتوب. كل حكايه انك انت محتاج تنزل ويندوز بس على السيرفر وتنستول الاكتف دايركتري وبعدين خلاص بلاش يا عم تنستول الاكتف دايركتري حتى وانت قاعد على السيرفر، نزل ويندوز بس وانيبل ريموت ديسكتوب وعيش حياتك وانت قاعد في المكتب بتاعك كونكت على الداتا سنتر. مش عايز اقول لك ان في بعض الشركات الكبيره الداتا سنتر بتاعتهم بتبقى خارج حدود المدينه بكتير، يعني في شركه مشهوره اسمها اندلسيا عارفينها، شركة سعودية أصلا بتاعت أجهزة طبية ومعدات طبية مشهورة جدا، فاهم؟ الشركة دي مش عايز أقول لك إن هي ليها فروع على مستوى الشرق الأوسط كله، والداتا سنتر بتاعها مرمي في 6 أكتوبر، بنينه مخصوص في 6 أكتوبر. كل الفروع دي كونكتد بسرعات عالية على الداتا سنتر، وأي أي تي في أي فرع عايز يمانج أي حاجة يكونكت على الداتا سنتر اللي موجودة كده ريموتلي ويبدأ يشتغل. مش شرط السيرفر يكون معاك في نفس الفيزيكال لوكيشن. مفهوم؟ مش لا في خطوط ربط مش انترنت. في خطوط ربط، في ليست لاينز، في كابلات السيرفيس بروفايدر حاجزها لك ماشيه تحت الارض بتاعتك انت من الفرع ده للداتا سنتر. كونكت عليه من خلال انترنال لاين مش من خلال الانترنت. النت ولا اي حاجه يا اخوانا الفريم اللي بيشتغل مفيش انترنت مفيش انترنت. بص انا لما بحب اربط فرعين ببعض بعمل ايه؟ في طريقه ان انا اربطهم من خلال الانترنت، دي هناخدها في الكورس بتاعنا عن طريق حاجه اسمها ديمون دايا، يعني هناخدها في كورس الانفرا.
وفي طريقه ثانيه انك انت تقول له من فضلك انا عايز اشتري ليز ذا لاين، فيقوم يحجز لك كابل، كابل اللي هو بتاع التليفون اللي ماشي من عندك دهوت، تمام، يحجز لك جزء منه ديديكيتد ليك انت، تمام، من عندك لحد هناك، من السنترال بتاعك لحد السنترال اللي هناك. فالكابل ده تقدر حاجة تمشي عليه داتا، مش شرط السيجنال تكون انالوج، ممكن تبقى انالوج وديجيتال، ماشي. فده كده مفيش انترنت، انا ما استخدمتش الانترنت، كانك يا عم مديت كابل من السويتش بتاعك اللي هنا للسويتش اللي هناك. هل كده في انترنت؟ هل محتاج ريال اي بي؟ كل حاجه محتاج راوتر هنا وراوتر هنا، وبيروتوا الباكت زي ما نشوف مع بعض في كورس الانفرا برضه، ماشي. مفيش انترنت خالص، صعب الكلام، ماشي. فببدا ان انا كونكت ريموتلي زي ما انت ايه شايف. طيب في حاجه بقى دلوقتي، لو انا رحت وقفت على السيرفر هناك، انا عايز اعرف مين كونكتد ريموتلي على السيرفر ده، ايه السيشنز اللي مفتوحه على السيرفر ده معايا. ففي طريقتين، الطريقه الاولى ان انا ممكن اعمل كنترول الت ديليت تاسك مانجر، هتلاقي في حاجه اسمها يوزرز، فهتلاقي هنا ايه ادمنستريتور وادمنستريتور. الادمنستريتور ده هو الداخل من على المكنه اللوكالي، وده داخل من على مكنه اسمها كذا. فهم كده ولا لا؟ الاي دي ده رقم السيشن، رقم السيشن اللي مفتوح. هو كده كام سيشن مفتوحين؟ اتنين. هو بيبدا رقم السيشن بواحد، بزيرو، بيبدا رقم السيشن بزيرو. هنا المفترض دي تبقى واحد يعني، بس هي ساعات بتبقى كده، مش مشكله معايا. طب اقدر افتح كام سيشن كونكرنتلي او سيمالتينيسلي على نفس السيرفر؟ باي ديفولت اتنين بس، باي ديفولت اتنين بس، ده الماكسيموم. عايز ازود بشتري حاجه اسمها تيرمينال سيرف سلايسنج، انما هو ديفولت اتنين. يعني ايه سلايسنج؟ اه مش عارف والله المعلومه دي، ماشي. فانت دلوقتي حضرتك لو انت عايز مكنه تانية بتاعت واحد مثلا في الاي تي برضو وعايز يخش، هيبقى فيه امكانيه، فكده هتلاقي ثلاثة سيشنز مفتوحين، اتنين باستخدام الريموت ديسك توب وواحد لوكالي. مفهوم ولا مش مفهوم؟ ماشي؟ طيب انا من على السيرفر بقى ممكن اعمل ايه في الراجل ده؟ انا ممكن ابعت له مسج، بس لو لقيه الماسنجر انيبلد، السيرفيس اللي اسمها ماسنجر انيبلد، ممكن اعمل له حاجه اسمها لوج اوف وحاجه اسمها ديسكونكت. ايه الفرق ما بين ديسكونكت وما بين لوج اوف؟ ديسكونكت دي معناها ان الراجل ده هو هيطلع، بس لو فاتح ابلكيشنز هناك ستيل هي رانج على الرام. لو عمل لوجن تاني هيلاقي الابلكيشن دي مفتوحه. مفهوم كده؟ يعني بص تعالى نرجع على المكنه الاكس بي، الراجل فاتح اهو، بص فاتح ابلكيشن صح؟ تعالى نرجع على المكنه السيرفر، ابص هاجي للراجل ده اقول له ايه؟ ديسكونكتد. Are you sure you want to disconnect the selected user؟ فلو رحت هناك هتلاقي مسج طلعت لك بيقول لك ان الايه؟ الريموت سيشن ها؟ was ended، فطلع. انما لما اجي اكونكت تاني administrator password هتلاقي الايه؟ الابلكيشن ما زالت مفتوحه. يبقى اذا ديسكونكت دي معناها انك انت ستيل حاجه السيشن من الاثنين، حتى لو انت ديسكونكت. مفهوم كده؟ انما بقى ها لو الراجل عمل لي لوج اوف، لوج اوف دي معناها ان انا ايه؟ بطردك وبقفل اي ابلكيشن راننج من عندك. مفهوم ولا مش مفهوم؟ طب انا بقى شخصيا لما اجي انا كونكتد دلوقتي ادمنستريتور، وادي الباسورد معايا. لما اجي دلوقتي اقول له ستارت لوج اوف، لوج اوف دي بتخليني اعمل لوج اوف ولا ديسكونكت؟ خليني اعمل لوج اوف. يعني ايه؟ يعني خلاص السيشن مش حاجزها، انا مش حاجزها،
ماشي. انما لو انا رحت جاي اقفلها من فوق من هنا من هنا دي كده، دي معناها ان انا بعمل ايه؟ ديسكونكت. خلي بالك، خلي بالك من الحته دي عشان ايه؟ يجي واحد تالت يخش مع ان في سيشن بس الراجل شغال عليه، انما كان في واحد شغال وعمل ديسكونكت، فالاثنين سيشن كده يعتبروا محجوزين. فيجي واحد تالت يخش يقول له ايه؟ يقول له مفيش نمبر اكزيت. تقعد بقى تلف حوالين نفسك وتشوف مين يا جماعه اللي عامل ديسكونكتد، اللي عامل ديسكونكتد يخش يلوج اوف. طب لو انا عملت ريستارت السيستم، لا ما خلاص ماشي. مفهوم كده ولا مش مفهوم؟ معايا؟ صعب؟ حلو. دي الطريقه الايه؟ الطريقه الاولى اللي هي من هنا من كنترول الت ديليت. في طريقه ثانيه انك لو فتحت من الادمنستريتف تولز حاجه اسمها تيرمينال سيرفيس مانجر. تيرمينال سيرفيس مانجر هيقول لك كام واحد دلوقتي داخل وربنا هداه ايه؟ والاي دي 1 ماشي؟ ها واحد داخل من خلال كونسول. كونسول ده معناه اللي هو ايه؟ لوكال يعني. واحد تاني باستخدام البروتوكول اللي اسمه ار دي بي. وبرده نفس الكلام ديسكونكت سند مسج سيت لوك اوف. مفهوم ولا مش مفهوم؟ غير الكونسول. غير الكونسول. صعب الكلام ولا؟ خلي بالك من حاجه، لو واحد دخل بالادمنستريتور وعمل ديسكونكت، لو واحد تاني دخل بالادمنستريتور من على مكنه تانية هيشوف الابلكيشن اللي هي راننج بتاعت الاولاني ان هم ادمنستريتور ونفس الاكونت. مفهوم كده ولا مش مفهوم؟ ممكن يكون هو نفس الشخص طلعت مع جهاز انا قلت كمان ممكن. ماشي؟ طيب انا عايز بقى اعمل حاجه ظريفه قوي. انا عايز بقى احط ايه؟ يعني بص انا خلاص هديس كونكت الراجل ده وعايز ابدا اعمل ايه؟ عايز ابدا احط رول. رول ازاي؟ قول والله المكنه دي، ركز معايا، المكنه دي اللي هيعمل ريموت ديسكتوب عليها السيشن بتاعه دهوت هيبقى له تايم محدد. ولو عمل ريموت ديسكتوب وقعد فترة ما بيشتغلش خد اكشن. والراجل ده لو عمل ديسكونكت اند السيشن بتاعته بعد فترة، يعني اعمل له لوك اوف بعد فترة. ماشي؟ والراجل ده لو كان عامل كونكت وبعدين ديسكونكتد، لما يجي يكونكت تاني تحدد له يا اما لازم ان هو يكونكت من على الاوريجينال ماشين نفسها اللي هو بدا من عليها السيشن او من على مكنة تانية. فاهم؟ فكل التظبيطات اللي احنا عمالين نظبطها دي اللي انا عمال اقول عليها دي عايزين نعملها. فالتظبيطات دي بقى انت بتعملها من ثلاث اتجاهات. يا اما اعملها على مستوى سيرفر سيرفر، انا عامل انيبل للريموت ديسكتوب عليه. يا اما اعملها على مستوى يوزر يوزر. مفهوم ولا مش مفهوم؟ ولو تعارضت الليمتس بتاعت اليوزر مع الليمتس بتاعت الكمبيوتر اللي توفر رايت. يعني اجي على ايه؟ يعني اجي على كمبيوتر معين اقول ايه؟ احنا اقصى تايم للسيشن اللي هتتفتح ريموتلي عليك ساعه. جه يوزر في البروبرتيز بتاعته انا قايل له ايه؟ انت ممكن تقعد ساعتين ريموتلي على اي سيرفر. لا هو ممكن يقعد ساعتين ريموتلي على اي سيرفر، انما تحديدا السيرفر ده لما يجي يكونكت عليه يقعد ساعه بس، لان السيتنجز بتاعت السيرفر بتوفر رايت. يا اما اعملها على مستوى المكنه يا اما اعملها على مستوى اليوزر. ولو عايز اعملها على مستوى كل المكن مره واحده بالكمبيوتر كونفجريشن في جروب بوليسي. ولو عايز اعملها على مستوى كل اليوزرز مره واحده باليوزر كونفجريشن في جروب بوليسي. مفهوم؟ مفهوم انا عايز اقول ايه؟ بص تعالى نشوف الاول على مستوى المكنه. على مستوى المكنه الواحده في الادمنستريتف تولز هتفتح حاجه اسمها تيرمينال سيرفيس كونفجريشن. هتقف على الايه؟ الار دي بي. هتجيب البروبرتس ليميتس سيشنز. سيشنز اسمها هنا سيشنز. سيشنز ها بص اوفر رايد اليوزر سيتنجز. يعني لو جانا يوزر كونكتد والسيتنجز بتاعته ها فيها كونفليكت مع السيتنجز دي، دي اللي هتوفر رايد. اند اديس كونكتد سيشن بعد قد كذا. يعني راجل مثلا كونكتد علينا وعمل ديسكونكت، هو ما زال حاجه السيشن من الاثنين، لا نندها بعد كذا.
يعمل لها لوج اوف بعد كذا ماشي. اكتف سيشن ليميت يعني اقصى فتره السيشن تقعد فيها قد ايه، حجم السيشن، مده السيشن، مده السيشن كذا. ايدل سيشن ليميت يعني واحد كونكتد وما بيعملش حاجه كذا. طب لما نوصل لكذا دي سواء في الاكتف ليميت او في الايدل ليميت نعمل ايه؟ ها نديس كونكتو ولا الاند؟ ما هو ماشي لو ديس كونكت هي اند بعد الفتره اللي فوق دي معايا ولا ماشي. الراجل ده هو ها لو عايز يعمل ريكونكشن بعد الديس كونكتد فروم اني كلاينت ولا فروم اني بريفيوس كلاينت؟ كل الكلام ده لو تلاحظ على مستوى ايه الماشين دي بس، فيضغط عليها الماشين دي بس. طب انا لو عايز اعملها على مستوى كل السيرفرز اللي موجوده عندي ها هعمل ايه؟ هحط السيرفرز كلهم في ايو واروح داخل في الـ في الجروب بوليسي معايا واروح واقف في البوليسي اللي انا كريتها في الكمبيوتر كونفيجريشن ادمنستريتيف تمبلتس ويندوز كومبوننتس تيرمينال سيرفيس سيشنز اهي. Set time limit for disconnected session. Set a time limit for active session. Set a time limit for active but idle. معايا؟ Allow reconnection from original client only. Terminate the session when time limits are reached. يعني لما نوصل للdisconnected للtime limit بتاع disconnected نترمينيت يعني اللوك اوف بعد قد ايه؟ مفهوم كده ولا مش مفهوم؟ ده لو انت عايز تعملها على مستوى ايه؟ ها؟ كل السيرفرز. طيب لو انت بقى مش هتعملها على السيرفرز هتعملها على اليوزرز من جوه الاكتف دايركتوري، اكتف دايركتوري يوزرز اند كمبيوترز، هقف على يوزر يوزر واجيب البروبرتيز بتاعته واختار حاجه اسمها سيشنز برضو نفس الحوار، بس مفيش بقى حاجه اسمها اوفر رايد. اوفر رايد دي هناك عند الكمبيوتر ماشي. طب لو عايز اعملها على مستوى كل اليوزرز من جوه الجروب بوليسي، جوه الجروب بوليسي ها في اليوزر كونفيجريشن ادمنستريتيف تمبلتس ويندوز كومبوننتس تيرمينال سيرفيس سيشنز اهي. مفهوم ولا مش مفهوم؟ هل هحتاج ان انا انيبل الريموت ديسك توب على مكان تاني غير السيرفرز؟ لو انت ما عندكش ابلكيشن تقدر تكونكت بيها ريموتلي على اجهزه عشان تعمل ترابل شوتنج للكلاينت اعمل كده. يعني انا عندي مثلا في الشغل اس ام اس سيرفر، الاس ام اس سيرفر ده بيعمل ست حاجات من ضمنها ان هو بيرمي ريموت ايجنت عند الكلاينت، فاقدر ان على المكنه بتاعتي لو حد عنده مشكله اكونكت على الماشين بتاعته كاني قاعد عنده بالظبط وهو شايفني انا بعمل ايه. ما بيقفلش اليوزر مثلا؟ لا ما بيقفلش اليوزر، هو شايفني انا بعمل ايه وممكن كمان اكونكت باذنه او بغير اذنه. يعني ممكن اطلع له مسج ان انا اكونكت وهو يديني بيرميشن وممكن من غير اذنه ولا حاجه اخش على طول. فدي ابلكيشن ظريفه اسمها الاس ام اس. طب لو انا ما عنديش اس ام اس بقى واحد اتصل بيا عنده مشكله هضطر ان انا اروح له. فعشان افويد القصه دي ممكن انيبل الريموت ديسك توب على كل الاجهزه بحيث ان انا اقدر اكونكت ريموتلي على كل الماشينز او على اي مكنه عليها مشكله حتى لو هي مش سيرفر لو هي اكس بي. بس هنا بقى في حاجه، لو انت عملت كونكت ريموتلي على مكنه اكس بي ايه اللي هيحصل؟ هو هيلوج اوف لان الاكس بي مش بيسبورت غير وان كونكشن ات تايم واخده الديسك توب معايا. طيب لو عايزين نعملها على مستوى المكن الاكس بي هنعمل ايه؟ زي ما عملنا على السيرفر بالظبط. زي ما عملنا على السيرفر بالظبط ستارت ماي كمبيوتر بروبرتيز ريموت. طبعا انا داخل ايه؟ يوزر عادي وابدا اقول له ايه؟ allow users to connect remotely to this computer. هو الديفولت انها مش بتتعلم عليها ماشي؟ الله يفتح عليك. انا مش معقوله بقى ان انا اعدي على مكنه مكنه واعمل لها القصه دي 500 جهاز اعملها ايه؟ من الجروب بوليسي. الراجل ده خلاص فهم الليل اعمل ايه بقى؟ اخش في البوليسي edit يوزر كونفيجريشن ولا كمبيوتر كونفيجريشن؟ هو ما فيهاش مش على مستوى اليوزر اصلا.
ده اوبشن في الكمبيوتر، انا كونكت ريموتلي على ماشين، فده في الكمبيوتر كونفيجريشن. ماشي، ادمنستريتيف تمبلتس، ويندوز كومبوننت، تيرمينال سيرفيس، في هنا الاو يوزرز كونكت ريموتلي يوزنج التيرمينال سيرفيس انيبلد. طيب لما اجي بقى كونكت على المكنه اللي اسمها اكس بي دي، لما اجي كونكت على المكنه اللي اسمها اكس بي، هكونكت باني اكونت؟ الاكونت بتاعي ولا الاكونت بتاع اليوزر؟ لو عملت كونكت بالاكونت بتاعي فانا هشوف البروفايل بتاعي كادمنستريتور. طب ما ممكن تكون المشكله اللي انا عايز اخش اظبطها دي ريليتد بالبروفايل بتاع اليوزر، فانا عايز اخش بالاكونت بتاع اليوزر. طب ما هو باي ديفولت اليوزرز مش من حقهم ان هم يخشوا ريموتلي، الادمنستريتور بس هو اللي ايه؟ صح. فانا هعمل ايه بقى؟ المفترض ان انا اجي على كل مكنه في الريموت واجي اسيلكت ريموت يوزر، احط اليوزر نفسه على الماشين دي، عشان اليوزر نفسه ده هو مش هيلوج ريموتلي، انما انا هستخدم الاكونت بتاعه ريموتلي لما اجي الوجن على الماشين دي. فبدل ما اعملها على مستوى كل مكنه، انا ممكن اعمل حركه ظريفه، اجي في الاكتف دايركتوري نفسه في البيلت ان جروب اسمها ريموت ديسكتوب يوزرز ممبرز، احط فيها ايفري ون. فكده بقى ايفري ون واخد البرميشن ان هو يكونكت ريموتلي. طب ممكن هم يكونكتوا على بعض بقى؟ طب ما يكونكتوا على بعض، ما هو لما يجي كونكت هيكونكت باني اكونت؟ ما هو كل واحد، خلي بالك كل واحد المفترض انك انت محنكشه هنا في البروبرتيز بتاعته ان هو مش من حقه يلوجن غير من على الماشين بتاعته بس. لا طبعا، بس هو كده هيقول الباسورد بتاعه. صح؟ ماشي؟ طب لو انا عايز بقى يوزر معين اديناي من عنده حته ان هو يقدر يكونكت ريموت ليه؟ تجيب البروبرتيز بتاعته في زرار اسمه تيرمينال سيرفيس بروفايل، اقول له deny this user permission to log in to any terminal server. صعب الكلام؟ فيها مشكله؟ كده انا عادي يعملها بعد كده تشينج، انا اعمل له ايه؟ ما انا عايز احل له مشكلته، انا مش هنزل اقعد عنده يعني، فاهم؟ ماشي. في بعض الناس بتحتاج ان هي ايه، تاخد الهارد بتاعها وهي رايحه على السيرفر. يعني انا بحتاج ان انا اعمل كده ساعات، عندي بعض التولز والسورسز موجوده على الجهاز بتاعي، محتاج ان انا اخدها معايا وانا رايح على السيرفر، لانك انت لما بتكونكت ريموتلي بالشكل ده يبقى في مشكله بنت لذينه. ايه هي بقى المشكله دي؟ بص، لو انا دخلت ادمنستريتور باسورد، لو انا جيت على المكنه بتاعتي كده وخدت اي ملف خلقه ربنا وليكن ده مثلا كوبي، ورحت هناك حبيت ان انا اعمل له بيست، هتلاقي البيست ايه؟ دم معايا. فلازم لو عايز انقل حاجه من المكنه بتاعتي للسيرفر ينقلها من خلال النتورك بقى. ماشي، فبيعملوا بقى حركه ظريفه قوي، ايه؟ تحنكش بقى الايه؟ الكونكشن قبل ما تكونكت. ازاي؟ اقول له عايز اكونكت على الراجل ده، اوبشنز بالباسورد دي، يعني ما تسالنيش، سيف ماي باسورد، بس ده نوت ريكومندد، يعني ده كده اجينست سكيورتي. ماشي؟ واللوكال ريسورسز معايا، خد لي معاك البرنترز اللي انا كونكتد عليهم، خد لي معاك اليو اس بي بورتس بتاعتي، خد لي معاك الديسك درايفز، مفهوم؟ السيرفر معلوش ساوند، فخلي الساوند اسمعه من هنا، bring to this computer او don't play او leave attribute computer. معايا؟ لما اعمل كومباينيشن كي اللي هو زي الت تاب كنترول الت ديليت، يسمع في انهي مكان؟ تقول له في اللوكال كمبيوتر، في الريموت كمبيوتر، فول سكرين مود اونلي. دي معناها ايه؟ عنده لو انا في الفول سكرين، فول سكرين اللي هي الديفولت، انما يمكن انك انت تقول له الديسبلاي ما تبقاش فول سكرين، تخليها كده بس، والكالرز تبقى كذا. معايا؟ ففي الاخر اقول له ايه؟ كونكت. فبيقول لي خلي بالك انت هتاخد الديسك درايفز. معايا؟ اقول له اه ماشي انا عارف. بس بيقول لي ده ان سيف، مالكش دعوه خليك في نفسك. دخلت اهو، صح؟ بص بقى، خلي بالك ما عملناش في الفول سكرين. ماشي؟ بص بقى في الستارت ايه اللي حصل؟ ما
تقدر بقى تاخد اي حاجه من هنا تحطها هنا، بس طبعا هتنتقل من خلال النتورك برضه، بس ايه كانك مركب الهارد بتاعك سليف على السيرفر. لو عملت لوب اوف او ديسكونكت الكلام ده خلاص بقى لوب اوف خلاص خلصت الليله. ماشي صعبه ولا فيها مشكله؟ هو بس لما انا جربت الهوت ديسكتوب ده لما باجي اعمل براوز بيقول لي ذيرز نو تيرمينال سيرفر، حتى يعني لو انا ما كنتش ابيع على طول عاوز يجيب لي كل الناس فانا اختار منهم. افتح كده من الهوت ديسكتوب من السيرفر مثلا من اي حد يعني افتح عاوز نعمل هوت ديسكتوب على اي حد. ايوه هي دي التالت واحده شمال اعمل اوبشن فين براوز براوز ايه؟ في براوز ان احنا البراوز الكمبيوترات ما تمشي اسمها كده معلش اقول لكم انا سبتها اصل في حاجه اسمها ريموت ديسك توبس، في ريموت ديسك توب كونكشن في حاجه اسمها ريموت ديسك توبس، ريموت ديسك توبس من اسمها حتى ان انا يبقى عندي الليسته كلها موجوده وانا اختار واحد فيهم وابدا كونكت عليه. ايوه الليسته بعدين موجوده عشان. موجوده هنا بس مش فاكر فين. هو سيستم تولز. سيستم تولز؟ لا كونكشن هي دي لا لا بره؟ لا مش دي بقى فيها براوز لا هتبقى موجوده في اول بروجرامز تاني ولا ايه؟ مش فاكر موجوده فين بالظبط. ايه ممكن من الحته وشوفوها انتوا بقى يعني هي بس عم براوز ما بيرضاش يفتح. طب بص معلش على دي انا عارف ان هي هي لا اللي هي كوميونيكيشن برضه انت اخترتها دي لا لا كوميونيكيشن اختار الديسكتوب. مفيش براوز مفيش جنب البتاع دي براوز والله في كلاس بيقول لي زي دي تاني حاجه تقول لي في الستيشن دي اه طبعا في ماشي يا شباب ولا ينفع اجيب الهلب بتاع ايه؟ بتاع الهلب الهلب اهو هو اف واحد ماشي يا شباب صعب الكلام كده؟